ونعرف جيدا كيف نتعامل، كيف نجند النواب، سواء جندها في الاتجاه الإيجابي أو في الاتجاه السلبي. احنا ما نشتع البارح، احنا كنا مجاهدين ماش كيما ولد عباس. فوالا احنا ضربنا العسكر وكنا هازين السلاح وكان الشعب يشوفنا، ولهذا احنا على كل حال ندافع على الشرعية حيثما كانت. نو سون دي ليغاليست ونبقى أوفية لهذا المبدأ، وعلى أساسه سيتم يعني كل شيء في الاتجاه الإيجابي.